مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة، وصفتين كالعادة، حلو ومالح. وصفة المالح اليوم خفيفة وسريعة، والأطفال يحبوها لأنها هي بأجنحة الدجاج. أنا شخصياً ما عنديش روح معاهن. اسمها البافلو ويكس، هي فيها شوية خطوات بس نزيكة، يعني حتعجبكم وحتحبوا إنكم أنتم تجروها. وطريقة التطيب متاحة، يا أما تحطوها في القلاية الهوائية يا أما في الفرن، مش قلي، يعني ما نفضلش أن أنا قلي، لكن في الفرن كويسة اللي ما عندهاش القلاية الهوائية. في عندي هنا أجنحة الدجاج كيف ما أنتم تحبوا، يا تحبوهن بس طرف الصاير بروحها يا أما مع بعضهن. أنا اليوم مشكلة طبعا. هنا أنا شن درت لهن؟ نقعتهن في زبادي وحليب، خليتهن تقريبا ليلة كاملة. بش الحليب يخلي أجنحة الدجاج هنا أصلا رطبات، بس برضو فيهن هذيك الترطاية السمحة، يعني ما يكوننش معصيات معنا شوية. استخدموا الحليب في تنقيع الدجاج، مش عادي يهبل. وبعدين حولتهن ليلة كاملة زي ما قلت لكم حولتهن. وهنا حناخذ التتبيلة متاحن، حنحط شطة سائلة هي فيها التتبيلة، بس أنا لأني ما لقيت شنو هي الشطة السائلة بصراحة، فقلت ناخذ هريسة ونحط لها شوية مية نخففها، حتقعد شطة سائلة أكيد. هيك هي حناخذ منها كشيكين. اليوم حنديرها حارة عشان خاطر الشباب يحبوا الحار. وفيها أنا عندي بصل بودرة وثوم بودرة، وفي عندي كشيك كبير خل، وفي عندي هنا بيكنج بودر. البيكنج بودر شنو يدير لها؟ يخليها مقرمشه، يعني انا تو زي ما قلت لكم لما حطيتها في الحليب هي قعدت رطبه، البيكنج بودر يدير لها تقرمشه من فوق، لان انا مش حنغطسها في ولا حاجه الا في التتبيله نتاعها اللي انتم قاعدين تشوفوا فيها تو. تشوفوا انتم البيكنج بودر لما نحطه على الخل يدير زي الفقاعات هيك. شفتوها؟ نحاول من هنا، هذه باش تشوفوها كويس. دارة تكي زي الفورمة الروحة. بس هذه حدها. أنا مش مفضلة أني نحط ملح واجد، حنحط طشة ملح لأن الخل والهريسة، حتى هي الهريسة فيها ملح، فحنحط رشة بسيطة عشان ما زال في خلطة أخرى نبي نديرها. بس هذه هي حد يعني البهارات نتاعها. تحبوا تضيفوا بابريكا ضيفوا، لكن هي اصلا فيها هريسه، فانا تهيلي لا هيك كويس. حناخذ نحطوها في الاسياخ. حنجيب هنا الطاجين بتاعي، حنوريكم كيف تدخلوها في الكوشه. تاخذوا الاثنين هذين فوق بعضهم وناخذوا نحطوا الدجاج كله في الصوص متاعها. اوكي يا مروه، سامحينا مروه، حطت لي الثوم المفروض للوصفتين للصوص وللدجاج، وانا زردت فيه حطيته كله به، معلش تعبوك معانا. ناخذه هنا الاسياخ، تحبوا تديروا سيخين مع بعضهن، تحبوا تديروا سيخ واحد، انا حندير اثنين. حنضغطهن هكي، هذه نزيكه الوصفه، هذه في المطاعم يبيعوا فيها، العيال يحبوها اكثر حاجه. في عندي اهي عقب الجناح، حنحط كل وحده فيها خمسه. حنخلوها طبعا، هي البافلو ويجز ما نخلوهاش تريح خلاص، هي اوريدي اصلا حاطينها نحن في الزبادي وفي الحليب، حطيت لها بس فلفل اكحل انا. خليني عاد ناخذ وحده خير مش ما تضايقنيش. بسم الله، الريحه نتاعتها مش عاديه، حلوه بكل. بصل البودره نزيك، هذا اني انا واخذته شويه مدخن في التدخينه، قعدوا توي تفننوا فيه، يديروا فيه عادي ويديروا فيه معاه بهارات.
صغيرة نجوان احنا محصلتهم، مرات يكونن جوانح كبار يكون احسن طبعا. لو جوانح ديك رومي حيكونن حلوات، جوانح ديك الرومي حنقحن اكثر، حيتنقعن اكثر لان الديك الرومي مش زي طبعا الدجاج، ياخذ وقت اكثر في الطياب. الدجاج تقريبا 20 دقيقة الى 25 دقيقة، ديك الرومي لا يفرق حتى ساعة ساعة وربع، كأنه يعني لحم نتعاملوا معه. أي الجندي المجهول جاب لي. أنا مش حنكثر عليكم، حنخلي الجزء هذا بس. نوريكم كيف تدخلوها للفرن. أنا هنا الفرن بتاعي لازم هذه تخش الأول، الطاجين اللي تحت لازم يخش الأول وبعدين حنحط فوق الطاجين هذا. هاي حنوريكم كيف تديروها. حنفتح من فوق من اللوطة على 200 أو 250 كيف ما أنتم تحبوا. الكوشة بتاعتكم كم؟ 200 مثلا و70، خلوها على 270 معناها. ما نبيهاش أنا تقطر لي لوطة. بالضبط هي هيك، خليها على 250. وحندير الخلطة الثانية نتاعها. في طبعا عندي خلطة حنطيبها على النار، وفي خلطة حنديرها تو قدامكم. اثنين يعني، هي فيها خلطين أخرى بزيادة. حناخذ الزبادي. وحناخذ معاه الجبنة. حناخذ معاه المايونيز. حناخذ معاه الخردل تقريبا كشيك صغير الخردل، وحناخذ كشيك، حسيت هذا بلكي ملكي كشيك مش كبير، باهي كشيك كبير كويس. حناخذ المعدنوس هذا في الاخير للزينه. تمام. وبعدين نحط لها الهريسة. تقعد هي حمراء. زيتها أخرى. الميزة هذه فيها أنها يعني الأطفال الصغار لما يبدوا يأكلوا حيلبسوا الدنيا، لأن هي محطوطة صلصة في وسط صلصة، وصلصة حمراء. وأفطنوا عدل الدبش بعدين. توا اعزائي المشاهدين نطلعوا فاصل، ما تمشوش بعيد، وبعد ما نرجع نوريكم كيف حنقدموها. ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وهذا الدجاج زي ما أنتم تشوفوا فيه متحمر ولونه أحمر، واخذ اللون بتاع البابريكا والهريسة. وحناخذه توا نحطوا له الصوص، هو هيك يتقدم. صوص حار وفيه سكر وخل وخردل. هو هيك يتقدم في المطاعم. نخلي عقب الصوص، وحندير له شوية رشة معدنوس.
هذا البابلو ويجز متاعنا جاهز، وتوا حنديره طبق الحلو. طبق الحلو حتى هو مفيد وصحي، والسكر فيه مش حيكون واجد، لاني انا حنستخدم التمر. هذه بسبوسة التمر، بسبوسة التمر حتى هي سهلة وسريعة وما فيهاش دقيق. عندي هنا هي كباية سميد يكون ناعم، أنا حصل المتوسط بس حتى هو نشحت به ومشى أمورها. في عندي كشيكين حليب نيدو، وفيها ربع كباية زيت، وفيها نص كباية حليب وبيضة وفانيليا وبيكنج باودر، وفيها كباية قشطة. هذا علش الحليب فيها شوية، عادة نحن البسبوسة حليبها واجد، لكن هذه فيها حليب نيدو وفيها القشطة. وهنا عندي التمر، التمر أنا نقعته في مية ساخنة وحنضربه في ست البيت باش نحطه في وسط الخليط. هي بسبوسة التمر، فعلشان هيك يعني التمر متاعها لازم نحطوه شوية في مية ثايرة يعني تقدروا تقولوا، بعدين نضربه في ست البيت باش يقعد زي كأنه خلينا نقوله مربى أو نسيت نقول لكم فيها كشيك قرفة. والسكر طبعا مش واجد لأن فيها تمر. شفتوها؟ إذا كان باين عليكم التمر ما تقرضوهش التمر، ولا مثلا تعصدوه، لازم يندار بالطريقة هذه باش هو اللي حيرفع لي الكيكة والكثافة متاعها، ما نبيهش يكون مفصص شوية شوية فيها. حناخذ هناهي نضرب الدحية على حسب مقداركم، تقدروا تضعفوا المقدار. نضربها هنا خير، وهذه أسرع حاجة لأنها بالمشبك زي ما قلت لكم، لا فيها لا خليني ناخذ نقول ربع كوب سكر احسن، ربع كوب سكر، هو هذا الربع ولا هذا ثلث كوب، يلا مش مشكله. وفيها قلنا ربع كوب زيت، البسبوسه نحب نضربها كلها على بعضها، اللي عنده خلاط الكاس يقدر يديرها بخلاط الكاس، والله هي هيك اسرع انا نحس فيها، أسرع لي يعني. رانا ننسو القرفة هي لا معد لازم ومكتوبة، وبعدين يقولوا لك وين كاتبة قرفة مش حاطة قرفة. راو المشاهدين يركزوا علي كل شيء ما شاء الله. وتو حناخذ القشطة متاعي، قلي الحليب النيدو بعدين شوية نضربها. يعني مدى بينا زي ما نقول ديما في رمضان نبوا الحاجات السريعة والخفيفة لأن الوقت ضيق. هاي شفتوها خلاص هذه حدها، ما تستحقش يعني ضرب واجد. حناخذ الحليب، لو مثلا حسيتوها السميد مثلا، هو طبعا يختلف السميد الناعم ما يستحقش اضافه، لكن الخشن لو حسيتوها غلظت معاكم شويه تقدروا تزيدوا شويه حليب عادي ولا شويه ميه. خلينا ناخذ القرفه لتطلع حرارات لا قرفه، نحركها شويه البيكنج بودر حنحطها مع السميد، وكوب سميد وبيكنج بودر. مسكت حسيتها شوية، ولما نحط لها التمر حتشوفوها كيف تقعد رطبة. تو نحط لها التمر. التمر كوب كبير حتى هو. ما شاء الله تمر دقلة من نوع الفاخر. والقرفة دارت لها ريحة مش عادية على فكرة، في من يدير لها في زنجبيل، أنا ما حطيتش بصراحة، لكن لقيت وصفات واجد محطوط فيهم الزنجبيل،
أعتقد الخليج العربي يستخدموا فيه الزنجبيل أكثر. طبعا هي طريقة، أنا واخذة هنا قوالب السيليكون، أنتوا زي ما تحبوا، شنو تحبوا تحطوا مثلا؟ الحاجة اللي أنتوا تحبوا يعني ديروها بها ديروها. طاجين واحد كيف ما هو كبير مثلا. مش هنحطها كلها. وأنا مجهزة واحد مسبقا لكن بنوريكم بس الفكرة متاحة وكيف أنتوا تحطوها. لو مثلا تبوا تديروا في قوالب ولا في طاجين الكبكيك كيف تحطوا باش ما تلبزوش الدنيا باش ما تضايقكمش. أنا أفتح فتحة بسيطة هيك صغيرة وحنبدأ ننزل بيها السيليكون هذا. أنا بس ديرت له شوية زيت، دهنته بشوية زيت لأنه هو ما يحتاجش. مريحات بصراحة القوالب هذينا. المقدار هذا ممكن يدير لي 12 قطعة أو 14 لو طبعا طاجين حيدير لنا طاجين، الطاجين العادي المربع. هنحاول نقول له هكي صح. لو ان مثلا حسيت ان تبي زياده نزيد كم وحده من عندي هيك. حسيتها كويسه هنحاولها نحطها على جنب ونوريكم اللي انا جهزتها لكم. شوفوا منظرها، التزيين زي ما انتم تحبوا، شوكولاته ولا. بس انا لان تمر فحبيت اني انا نزينها بالكراميل، حسيتها بالكراميل جي احلى عشان تمر يعني وعشان الالوان. شوفوا شكلها وهنا الفراغ. انتم زي ما تحبوا، هي راهو ممكن تجي في طاجين عادي ومش لازم تكون مثلا فيها تشكيله، عادي تحطوها هكي كيف ما تحطوها وتديروا لها عسل لو تبوا تديروا لها عسل. تبوا تاكلوها هكي توتكل لان هي زي ما قلت لكم فيها التمر. شوية هيك مش واجد، إن شاء الله غير ما يطيرش مني. نحاول إني نحط شوية بس أنا نبي الرسمة هذه بتاعت القلب هي اللي تبان. ومريحات القوالب هذين سهلات والحاجة تطلع منها بسرعة، مثلا ما تخافوش إن تمسك ولا تربكني. الكراميل عقد شوية مني. هذه كويسة بكل المرضى السكري، تقدروا لما تحبوش تديروا بكل سكر ما تديروش لأن كباية يعني تمر كويسة بكل خلاص مش محتاجة. شوفوا شكلها، هذه طبعا كترتها أنا لكن هذه باينة حلوة. وهنا التمر طالع من فوق هكي هزيكا. وهذه حلقتي كانت لليوم، البافلو ويجز متاع أجنحة الدجاج، جربوها حتعجبكم، وبسبوسة التمر وهي حتعجبكم حتى هي جربوها. وأنا اليوم كملت معكم، من هنا لعند ما نشوفكم بكرة، كونوا بخير.